معايا عبر زوم الآن المدرب الإنجليزي الكبير والشهير ستيف بروس. يا فندم مشرفني ومنورني، برحب بيك على التلفزيون المصري برنامج رقم 10. مساء الخير لمصر، مساء الخير لجميع المصريين. أنا هبدأ معاك زي ما كنت بقول في مقدمتي، إنك واحد من أهم اللاعبين الإنجليز قبل كمان ما تبقى واحد من أهم المدربين الإنجليز، وهبدأ معاك بهذه المرحلة العظيمة كلاعب في مانشستر يونايتد وقائد لفريق مانشستر يونايتد في عهد السير أليكس فيرغسون. تتذكر إيه من هذه المرحلة العظيمة؟ أنا سعيد جدا بدرجة لا أتخيلها على كل هذه المسيرة التي قدمتها في إنجلترا، خصوصا فترة لعبي مع مانشستر يونايتد كانت فترة رائعة. لم تكن رائعة على مستوى البداية وإنما رائعة حتى النهاية، فقد فزنا بالدوري الإنجليزي العديد من المرات، فزنا بالكثير من البطولات مع مانشستر يونايتد. فخلال بالطبع فترة مهمة بالطبع لأكون قائدا لأكبر نادي في إنجلترا، نعم كانت فترة عظيمة. حينما أخرج في كل لقاء تلفزيوني أوضح امتناني وشكري للفترة التي قضيتها، نعم كانت منذ فترة طويلة، ولكن كل ما أفكر وأتذكر أعبر عن هذا الامتنان لمانشستر يونايتد. فترة رائعة بالفعل كما ذكرت أنت.